يعني إيه مهاجر؟ حسب تعريف المنظمة الدولية للهجرة، فالمهاجر هو أي شخص اتنقل من مكان إقامته الطبيعي، سواء اتنقل عبر الحدود الدولية أو حتى داخل بلده، بغض النظر إن كانت هجرته طوعية أو قسرية. وأياً كان شكل الهجرة، قانونية أو غير شرعية، وأياً كان هدفها، سواء للدراسة أو الشغل أو هروب من اضطهاد أو حرب أو من كارثة بيئية، أياً كانت المدة، سواء هجرته لمدة بسيطة أو حتى هيسيب إقامته الأصلية للأبد، أياً كانت أسباب وأشكال الهجرة، فالمهاجر في النهاية إنسان وحقه يتمتع بكل حقوقه في أي مكان يهاجر ليه، حقه في الصحة، في السكن، في الأكل والشرب، وحقه في العمل بحرية وبمعايير آدمية ولائقة. المهاجر لو طفل فليه حق الحماية، وإنه يتمتع بحقوق الأطفال الطبيعية زي التعليم الابتدائي الإلزامي. المهاجر لو عامل أو موظف فليه حق يختار مكان عمله بحرية، حقه يكون حر في حركته جوه بلده اللي شغل فيها، وله الحق حسب الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين لسنة 1990 إنه ياخد نفس الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللي بياخدها زميله العمال من مواطنين الدولة. أما المهاجر اللاجئ فمن حقه الأمان. اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ بتديله الحق إنه ما يترحلش لبلده أو أي دولة تانية طالما رجوعه ليها بيشكل خطر على حياته. من حقه وثائق سفر لو مش معاه أو فقدها في رحلته لبلد اللجوء لأي مهاجر حتى لو هجرته غير شرعية، فله الحق إنه يخضع لمحاكمة عادلة زي ما بتقول المادة رقم 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن مفيش جهة تحتجزه بشكل غير قانوني. المهاجر من حقه يشوف المجتمع بيرحب بيه وبوجوده، لأن مفيش إحنا وهم، كلنا بشر.